وصلنا يم لؤلؤة أرمينيا الزرقاء. أتحدى واحد من أصدقائنا زار أرمينيا وما زار بحيرة سيفان. زرتوا نعم بالصيف، لكن بهيك موسم زرتوا؟ هسه راح أراوي لكم شلون بحيرة سيفان متجمدة. بحيرة سيفان اللي مساحته 1420 كيلومتر مربع جامد. هسه أشوفكم الظاهرة. هذه بحيرة سيفان. أبو غزدان فت حجرة فشي نشمر خاف ما يصدقون أصدقائنا المتابعين بأنه جامد. شوف هناك طيور النورس، إذا تشوفوا راح أقربها واقفة فوق البحيرة مدى تسبح. هذه بحيرة سيفان اليوم 28 شهر آذار من عام 2017. هذا المطعم أكثركم زاروها أعتقد، اللي رادوا ياكلون سمك. أنا راح أوقف النقل المباشر حتى تكون الصورة أوضح، راح أصورها فيديو. أوعدكم أن أنزل لكم الفيديو خلال اليوم إن شاء الله. هذه البحيرة جامدة، شوفوا هنا مي، كل البحيرة جامدة. أكبر بحيرة في أرمينيا بحيرة سيفان. اللي يريد سفر بهالأيام يلحق خلال يومين ثلاثة يوصل، برحابة صدر نقدر نصطحبه حتى يشوف هذه المنطقة شلون البحيرة متجمدة. أعمق نقطة في البحيرة 85 متر.